إلى دير الآباء اليسوعيين في العاصمة عمان تتجه مها اللاجئة العراقية وقريبتها الخمسينية فاضل صباح كل يوم من أجل دراسة اللغة الإنجليزية، حالهما كحال العديد من اللاجئين السوريين والسودانيين واليمنيين وغيرهم. دورات في تعليم اللغة الإنجليزية وأخرى في إدارة الحالة النفسية تسهم في رفع وتحسين المستوى العلمي والنفسي لدى الهاربين من العنف في بلادهم. تعلمنا كلمات جديدة، استرجعنا المعلومات اللي نعرفها، حكينا أنه صار عندنا قابلية للأخذ والعطاء باللغة الإنجليزية. وهاي الدورة هم راح تفيدني، مثلا أنا مقدمة مثلا هجرة، حتى الدولة اللي راح تستقبلني من أروح على الأقل عندي معلومات عنها. معلمونا إنجليزي، يعني إنجليزي من ابتدائي للدبلومات فيه، يعني ممتاز، وكده فرصة، أفضل فرصة لنا في حياتنا، يعني تعلمنا منه كتير. أكثر من 400 لاجئ على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم يتخرجون كل عام بعد إكمالهم دورات تعلم اللغة الإنجليزية من خلال دروس وحصص تقدم لهم بشكل يومي في هذه الغرف الصغيرة، تسهم في تحسين مستواهم في التحدث والكتابة والقراءة. بكل سنة تقريباً بتخرج 400 إلى 500 طالب عندنا من المركز، سواء كانت دورات لغة إنجليزية أو سايكوسوشال كيس مانجمنت. أغلب الناس اللي بتيجي عندنا على المركز هم طلاب لاجئين بعدوا في الأردن فترة لسنة لسنتين، يعني أهم إشي بالنسبة لهم إنهم يتعلموا اللغة الإنجليزية لأنهم رح يروحوا لدول أجنبية مثل أستراليا، كندا، أمريكا. تصدق شهادات تخرج اللاجئين من جامعة جورج تاون الأمريكية كشريك رسمي في مشروع دعم التعليم للاجئين، مشروع استفاد منه ما يقارب 5000 لاجئ منذ إطلاقه عام 2010 كمبادرة لإيصال العلم والمعرفة للاجئين من قبل الكنائس اليسوعية والجمعيات والمؤسسات الداعمة في العالم. إلى هذا المكان جاءوا لتلقي دورات اللغة الإنجليزية ودورات إدارة الحالة النفسية، دورات يسعى القائمون عليها إلى تحسين أوضاع اللاجئين النفسية ورفع مستواهم التعليمي قبيل إعادة التوطين في بلد أجنبي. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.